انت يا كابتن، المنافسة على الموسم ده او على الدوري الموسم ده قوية جدا. يعني احنا شايفين، يمكن كنا بنتكلم في الفاصل، انه في فرق حتى طالعة زي فريق سيراميكا سيراميكا كليوباترا وعاملين الحقيقة موسم كويس وعندهم صفقات كويسة جدا، او على الاقل المباراة اللي فاتت كسبوها، المفروض ان هم بيلعبوا النهاردة كسبوا النهارده 3-1. 3-1. فيعني شايفين منافسة قوية مش بس من اوائل الدوري. والله بصي، المنافسة كمان بتبدأ من الاهلي والزمالك. طول ما الاهلي والزمالك اقوياء، الدوري منافسه لاخر الماتش. فلاول مره من 6 أو 7 سنين الزمالك الموسم ده ما يشتريش مثلا 13 لعيب او 14 لعيب. قبل كده الزمالك بعد كل موسم، ودي حاجه تحسب يعني الناس موجوده هناك في الاداره، ان قبل كده الزمالك كان بيغير مثلا بال 12 لعيب. السنه دي الزمالك بادئ الموسم ممكن ما فيش لعيب جديد على الفرقه، حتى اللعيب الجديد اللي هم جايبينه مش فاكر اسمه وما شاركش لحد دلوقتي، هيبداوا يدخلوه بالتدريج. هو لعيب تونسي، هو اسمه حمزه المسلوسي باين. مسلوسي. فان الزمالك يستقر او يبدا الموسم بالتشكيله اللي هو ناهي بيها، لا يبقى كده فريق مركز ومركزين وهيبداوا الموسم بكل قوه. بيراميدز ان هو يضيف عناصر قويه جدا الموسم ده، هيبقى اقوى من الموسم اللي فات. سيراميكا لعيبه كلها دوري ممتاز، لعيبه منتخبات، هتبقى فرقه محترمه. المقاولين رابع دوري السنه فاتت وبادئ قوي جدا في الكونفدراليه، لا هيبقى عندها ثقه عن الموسم اللي فات. الاتحاد مع كابتن حسام حسن يوصل نهائي كاس، قبل نهائي كاس مصر، ويؤدي اداء قوي جدا قدام النادي الاهلي، ويبدا الموسم بالفوز على بيراميدز. فدي حاجه يعني تتحسب له. الجيش يوصل نهائي كاس، تتعثر في الاول انما عنده فرقه تقيله. فبتتوقع ان هيكون في منافسه يعني لاخر وقت، ولا برضو محسومه من بدري زي الموسم؟ لا مش محسومه خالص، لان في فرق كمان هتوقع الاهلي والزمالك وبيراميدز. يعني في فرق قويه جدا غير الاهلي والزمالك وبيراميدز. الاسماعيلي فرقه كويسه، المصري فرقه كويسه، بس عايزه وقت عشان الانسجام، اللعيبه الجديده، الصفقات الجديده كلها. بتوقع ان الاهلي والزمالك بس. يعني قبل كده كنا بنشوف الاهلي بيكسب الزمالك فالاهلي بيفرق عن الزمالك، الزمالك بيكسب الاهلي الزمالك بيفرق. لا، السنه دي في فرق قويه هي اللي هتفرق في نتائج الكوبين الكبار او الثلاثه الكبار يعني. فانا اتمنى ان شاء الله يبقى موسم قوي، ونهايه ان شاء الله باذن الله الاهلي باذن الله يعني. ان شاء الله.